كمان جوزوالدو فيريرا المدير الفني الحالي لنادي الزمالك على وشك الفوز بالدوري الممتاز. ايه رايك في نجاحات فيريرا السريعه مع نادي الزمالك؟ كابتن جوزوالدو فيريرا كابتن عظيم، هو طبعا مع اي فرقه بيشتغل معاها بيعمل حاجه كويسه، مع كل الفرق اللي اشتغل معاهم، مع البرتغال، من مع الفرق اللي انا اشتغل معاها مع بره البرتغال، مع الفرق اللي اشتغل معاها بره البرتغال بعد ما بقى مدرب للمنتخبات، مدرب لبنفيكا، مدرب لاكثر من فرقه تانيين، مدرب قوي جدا، عنده خبره كبيره جدا، عنده تكنيك على الملعب سبيشال جدا او حاجه جميله جدا لطيفه جدا على الملعب. فطبعا اللي هو دايما بيشتغل عليه بيشتغل علشان يوصل لكل اللي هو محتاجه، وما بيبصش كتير للحاجات اللي هو مش محتاجها او الحاجات اللي بتعوقه. هو دايما بيشتغل لشغله علشان يحسن من شغله، وطبعا هي دي الطريقه فعلا اللي بتميزه في العمل، وهو ده الشيء اللي بيخليه دايما يتقدم. وطبعا دي الطرق اللي هو بيحاول يوصلها للفرق اللي هو بيشتغل معاها، ان هو دايما يخليهم ايجابيين ويقدروا يوصلوا للحاجه لطريقه اللعب الايجابيه على الملعب. وطبعا هو بطريقه تقنيه طريقه لعبه قويه جدا ان هي تثبت وجوده وحضوره على الملعب. وبرضه عايز اتكلم ان هو كمدرب من المدربين البرتغاليين، مدرب مثقول بالخبرات، زي ما قلت ان هو اشتغل كويس جدا في البرتغاليين. وطبعا بالنسبه لي دوت مش شيء يخليني ابقى مندهش ان هو بيعمل شغل كويس جدا مع نادي الزمالك. طيب اخر سؤال ليك، اسالك على ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، هل تتوقع نجاحه في المستقبل مع النادي الاهلي؟ ريكاردو سواريش هو entrenador que dá um cunho muito próprio às equipas que treina. عمل شغل كويس جدا مع المنتخبات او مع الفرق اللي هو اشتغل معاهم. هو مدرب اثبت ان هو يقدر يدرب بعض الفرق الكويسه، دايما بيفكر بطريقه عمليه، دايما بيذاكر اللعيبه اللي قدامه. اظن انه السنه اللي فاتت عمل شغل كويس جدا مع الفرقه اللي هو كان شغال فيها، وده اللي اظهره جدا. وطبعا الشغل كان باين في البرتغال، وكان باين ان هو شغل متعوب عليه جامد، بس دلوقتي التحدي بالنسبه له ان هو بيدرب الاهلي او اكبر تقريبا نادي في مصر، واحد من اكبر النوادي في افريقيا. فطبعا ناس من في مدربين برتغاليين جم اشتغلوا في النادي الاهلي قبل كده، وكانوا شايفين ان هو من النوادي الصعبه. وطبعا زي ما بنقول هو عامل زي الفراعنه المصريين النادي الاهلي، رمز من الرموز المصريه. فطبعا دلوقتي مهما كان الشغل اللي هو بيعمله لازم يشتغل على نفسه اكتر، لازم يعمل شغل اكتر، لازم يبقى شغال اقوى، لان هو لازم يمثل النادي لازم يمثل بنفس الصورة اللي هو كان دايما بيمثل فيها وبيظهر فيها في أفريقيا وفي مصر طبعا. ولازم يبقى بيلعب بنفس الطريقة، لازم يبقى بنلعب بالطريقة الشعب أو المتفرجين بينتظروا إن الأهلي يبقى بيلعب بيها، وهو ديت الحاجات اللي لازم يعرفها في مصر، ويعرف إن الجماهير المصريين مش جماهير سهلة تماما.